لما نيجي يا هدير بنتكلم عن الاغاني الوطنيه، في كام اغنيه كده عايشين معانا لغايه دلوقتي، يعني زي عبد الحليم حافظ لما قال حلوه بلادي السمره، واغنيه الفنانه شاديه يا حبيبتي يا مصر وادخلوها امينين. عارفين ايه العامل المشترك بين كل الاغاني دي؟ العامل المشترك هو اسم واحد بس، بليغ حمدي. بليغ اللي بيعتبر من اهم العلامات الفارقه في تاريخ الموسيقى المصريه كان ليه تاريخ كبير جدا مع كلمة الأغاني الوطنية. بليغ لحن تقريبا أكتر من 15 أغنية عمرنا ما هننساهم أبدا. المفاجأة بقى إن في أغنية وطنية من كلمات وألحان الفنان العظيم بليغ حمدي متسجلة بصوته ولكن لسه ما حدش غناها. اللي كشف المفاجأة دي هو ابن شقيقة الراحل الفنان العظيم بليغ حمدي المهندس أسامة فهمي، اللي طلع الأغنية من الدرج وبعتها للفنان علي الحجار عشان يغنيها بصوته. دلوقتي إحنا معانا على التليفون المهندس أسامة فهمي ابن شقيقة الموسيقار بليغ حمدي. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم، تسلم. دي أخبار عظيمة والله. طيب ممكن نعرف تفاصيل الأغنية دي وهل هتكون بنفس الإيقاع والمستوى بتاعت الحاجات القديمة ولا يعني فيه؟ الأغنية يعني اتبعتت لقيناها في الأضابير القديمة. أيوه. فبعتها للصحفي الكبير أيمن الحكيم. كويس. باعتباره أحد من أعظم محبي بليغ حمدي. عظيم. أبوي على صلة تامة بالأستاذ مطربنا الكبير علي الحجار. وبعتناها وتم الاتصال بمطربنا الكبير وودينا له الاغنيه ورحب بها جدا وهيبتدي انتاجها ان شاء الله والمعامله معاها وتتذاع قريب باذن الله. هي المفروض انها بمناسبه العاشر من رمضان، انما هيحاولوا يعملوها قبل كده باذن الله على 30/6 او حاجه زي كده زي ما عرفت. طيب باشمهندس اسامه، يعني الاغنيه دي حضرتك تعرف عنها بقى لك قد ايه؟ اكتشفتها امتى؟ لا يا دوبك هم اليومين اللي فاتوا دول يعني كده بانت في الاضابير القديمه يعني. طيب اختيار حضرتك او اختيار الكاتب الصحفي ايمن الحكيم للفنان علي الحجار جه ازاي؟ وهل في جلسات عملت معاه؟ لا هو حضرتك طبعا علي الحجار من احدى اكتشافات بليغ حمدي زي ما احنا كلنا عارفين يعني، واشتغل معاه كتير قبل كده، وبعدين اسلوب الاغنيه وطبيعتها متهيألي هيكون مناسب جدا لصوت علي الحجار. صحيح. طيب باشمهندس، يعني حضرتك قلت لنا ان يعني الاغنيه كانت في الدرج، يعني لقيتها في الاشياء القديمه بتاعت بليغ حمدي، اعتقد ان هنا في حكايه لازم تروى، ما تحكيها لنا يعني لقيتها ازاي؟ لا ابدا، هو كان عنده زي كرتونه كده كنت لقيتها جنب السرير بعد ما توفى، فيها شويه شرايط بصوته وهو بيعمل بروفات للالحان اللي هو بيعملها. تمام. بس ده اتلقى في وسط الشرايط دي. كانت متسجله يعني؟ لا مش متسجله، بصوته على العود. اي يعني متسجله بصوته على العود على احد هذه الشرائط. على احدى هذه الشرائط. طب باشمهندس بتحكي عن ايه الاغنيه؟ كلمات يعني عن ذكرى العاشر من رمضان، اغنيه وطنيه عن ذكرى العاشر من رمضان، مش حافظ طبعا كلامها كله لان هي من كلمات وتلحين موسيقارنا العظيم بليغ حمدي يعني. ليه علي الحجار؟ اشمعنى حضرتك اللي اخترته الاستاذ ايمن الحكيم؟ ابدا انا قلت لحضرتك يعني هو ما اعرفش، هو لقيته صوته هيبقى مناسب جدا وطريقه ادائه هتبقى مناسبه للاغنيه. صحيح. مهندس أسامة فهمي ابن شقيقة الموسيقار بليغ حمدي، بنشكرك شكرا جزيلا يا فندم على وجودك معنا النهارده. يعني اعتقد الاغنيه الوطنيه دي حاجه مهمه جدا يا هدير، يعني في النهايه لو بصينا كده لتاريخها من ايام جمال عبد الناصر هنلاقي ان في حقبه كده في الستينات كان ليها علاقه بثوره ايه؟ يوليو. بعد كده فتره الستينات كان في حاجات على السد العالي، بعد كده في السبعينات كان في حاجات على اكتوبر، بعد كده فتره مبارك وشاديه ومش عارف ايه، بعد كده بتيجي اغاني الثورات بتاعت يناير و30 يونيو، يعني هي جزء اصيل من تاريخ الغناء المصري واعتقد ان هي برضه احد اوراق القوى الناعمه لمصر اللي مؤثره جدا في صحيح. العالم العربي. صحيح. العرب عارفين وسامعين، لدرجه ان الجسمي وهو اماراتي وعمرها بيغني طويل وبتاثر في كل الاجيال وبتنقل كمان اللي بيحصل للاجيال الاصغر مننا وبتعيش فترات طويله وبتنقل كل ما يحدث في الوطن وبتكون يعني مليانه احساس صادق علشان كده بتوصل للناس وبتعيش معانا كمان على مدار السنين.